مستقبل السيراميك في مصر كبير جدا، وهي أكبر صناعة أو أول صناعة في مصر أخذت حجم كبير، وهي جالبة للعمالة، يعني عمالتها كثيرة جدا، فهي أكثر صناعة تستوعب العمالة المصرية. فطالب من الحكومة المصرية فعلا لازم تدعم هذه الصناعة، لأن المفروض في دعم للمشاريع اللي بتستقبل عمال. المفروض إحنا عندنا بطالة وعندنا شباب جديد بتخرج، وعندنا فهي يعني الغاز تزود، الغاز حسب السعر العالمي، الكهرباء حسب السعر العالمي، كل الامتيازات اللي كانت موجودة التغت. واليوم مصر تعتبر الدولة الأولى أو الأولى مكرر في صناعة السيراميك. يعني إحنا كانت إيطاليا تنتج حوالي 850 ألف متر في اليوم، كانت إسبانيا 330 ألف متر، 330 مليون في السنة. ده إحنا فوقنا الكلام هذا اليوم، وأصبحنا ننتج في مليون متر يوميا كمصر، ومازال كل المصانع في زيادة، كله طور نفسه وزود زيادات كبيرة. أول مرة نشارك في معرض ICS، وكنا بنهدف إن إحنا لازم نشارك في معرض ICS. كان قبل كده معظم المشاركات كانت في معرض الدولي اللي هو معرض القاهرة الدولي، وكنا شايفين ICS من داي وان فكرة إن هو يجمع ما بين شركات السيراميك والصحي وفي مجالنا كله في إكسبيشن واحد. ده فكرة هو موجود برا ومش جديد على برا، فأنا كنت شخصيا متوقع إن دوت يعني هيبقى له نجاح كبير جدا جدا، وبالفعل هو كل سنة بيثبت ICS إن هو من نجاح إلى نجاح. وبفكر أستاذ أحمد هاشم ومحمد علي والستاف بالكامل يعني موجودين في ICS، بأمانة هما ناس بروفيشنال وعارفين هما بيعملوا إيه. كنا بنستهدف المستهلك المحلي، الوكلاء، التجار، عملائنا في التصدير، بنحاول من خلال الجناح روك ان احنا نقوي الثقة ما بيننا وما بين الوكيل، ونحسسه بان شركة روك شركة قادرة على المنافسة بقوة. شركة روك لديها افكار كتيرة، عندها رؤية، الرؤية دي طبعا مش هتبقى كفاية من خلال المصانع او من خلال تعاملاتنا المباشرة مع الوكلاء، ولكن أنا حسيت إنها كانت أقوى من خلال مشاركتنا في معرض ICS.
احنا السنه دي قدمنا حاجتين جداد. احنا قدمنا السنه دي التكنولوجيا الجديده لطباعه السيراميك هي الانكجت. الانكجت بيبقى فيه نوعين، نوع انكجت طباعه بالاحبار بس، وفي طباعه بالاحبار زائد روتو كولر معاها. احنا قدمنا الاثنين مع بعض السنه دي، وده اللي خلى النوعيه السيراميك اللي متقدمه مختلفة تماما عن بقية المنافسين اللي موجودين. بلس ان احنا قدمنا السنة دي مقاسات جديدة ما كانتش موجودة في السوق بالنسبة للروك قبل كده. احنا نزلنا مقاس العشرين في خمسين وعملناه وظفناه للحمامات وللمطابخ، وكذلك عملنا التلاتين في ستين وعملنا الخمسين في خمسين وعملنا البلاط الخمسين في خمسين روتو كولر وانكجت وليزر في نفس الوقت، يعني مقطوع بالليزر بحيث ان يبقى المقاسات شارب، وده مش موجود في السوق المصري خالص. تعبوا جامد قوي، عملوا حاجة مشرفة. جميع دول العالم والناس اللي اشتركت من الشركات الأجنبية متفاجئين ومنبهرين بالآي سي اس. أنا شايف يعني إنها خطوة عظيمة جدا. شكرا، وأتمنى إن شاء الله نتلاقى السنة الجاية على خير بإذن الله.